يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. الله يسامحك يا زعزع، ورطتني في هذا الفيديو. ست شخصيات اكرهها في عالم الانمي. بالرغم من اني احاول دائما اكافح الكراهيه حول العالم بفيديوهاتي المتواضعه، ولكن يبدو ان الكراهيه شر لا بد منها على هذا الكوكب المشؤوم. يا وجيه اشغلت امنا، ترى شويه شخصيات من انمي وتكرهها، ايش المشكله؟ صحيح صحيح، ما فكرت فيها كذا. صح، شخصيات انمي، ايش المشكله؟ قاعد ابرح لكم عشان ما تحطوا ديسلايك يا جماعة، افهموها. طيب يا جماعة، اول حاجة شكرا زعزع على التمريرة، حلوة التمريرة، وشكرا لانكم وصلتوا لي الجزء اللي احتاجه من الفيديو، لانه واضح انه الحلقة هذه كلها كانت سواليف وحرق، ولكنكم رسلتوا لي تقريبا 13 ثانية او 20 ثانية منها، وهي اللي كنت احتاجها. سو يا جماعة، ست شخصيات اكرهها في عالم الانمي. وقبل نبدا الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، مع انه هذا النوع من الفيديوهات عادة يلقم ديسلايكات لين يوم القيامة، ولكن عادي خذوا راحتكم واطلقوا العنان لانفسكم، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة الالعاب، كلها موجودين في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. طيب يا جماعه، اول حاجه لازم تعرفون انه الانميات اللي تابعتها انا معدوده وقليله صراحه، فلذلك الشخصيات اللي فعلا اكرهها برضو مره قليله، هي مره كثيره بس اللي اقدر احطها ضمن الست شخصيات هذه مره قليله. يعني الانميات اللي تابعتها كذا على السريع: هانتر، اتاك، ديث نوت، ايبو، شتاينز جيت، فينلاند ساغا، مونستر، نيفرلاند، كيميتسو، فول ميتال، سباي فاميلي، بليتش، ناروتو، بوروتو، وحاليا قاعدين نتابع ون بيس. اوه مره قليله يا وجيه، ختمت ام الانميات الرئيسيه، باقي لك دراغون بول وكونان وخلاص تكون قفلت الليله. قليله اللي تابعتها. المهم يا جماعه، خلونا نبدا بالشخصيه رقم واحد، وراح تكون من انمي ناروتو. متوقعين انها ساكورا صح؟ لا مش ساكورا. اوكي ساكورا موجودة في الليستة، بس هذه الشخصية ما هي ساكورا. اول شخصية يا جماعة من انمي ناروتو راح تكون شخصية كابوتو. ياب، كابوتو النكرة، الكريه، الطفيلي والمضطرب والمنافق الكبير، اللي تابعوا معانا ناروتو ايام البثوث اكيد فاكرين كمية الحقد اللي اكنها لهذه الشخصية. كابوتو يا جماعة قدر انه يستفزني، يقهرني، وخلاني احقد عليه في مراحل كثيرة من اول ظهور له والى حرب النينجا، وانا اسب واشتم فيه. ما افتكر جات لحظة واحدة وشكرته ولا اثنيت عليه. يمكن في فلاش باك ويوم كان صغير استعطفت معاه شويه، لكن برضو ظليت اكرهه. فيب كابوتو الشخصيه رقم واحد ضمن الشخصيات السته اللي اكرهها في عالم الانمي. نروح للي بعده. بعد كذا من انمي ناروتو برضو يا جماعه ساكورا، الشخصيه الغثيثه، اللئيمه، عديمه الكرامه. انا اباك تتخيل انه في شخص حر واختار الحريه كاسلوب حياه، ما يبغى يرتبط باحد، ما يبغى احد يشغله في حياته، ما يبغى احد يحتويه. ياب اقصد ساسكي. وتجيك الغثيثه هذه ساكورا وتقول لك اوه انا قررت احب الانسان هذا. طيب ما يبغاك يا بنت الحلال؟ لا انا ابغاه. يكرهك يا بنت الحلال؟ ترى حرفيا كان يكرهك. لا انا احبه. يا بنت الحلال بيهينك ويشتمك ويتفل عليك، عادي يخليه يسوي فيني اللي يبغى. يا بنت الحلال حافظي على شويه كرامه، يعني انت ما فيك شيء كثير يتمنوكي، الكبير والصغير يعني ما شاء الله الكل يدور عليك ويبغى يكون صديقك الصدوق وحبيبك وزوجك المستقبلي. لا انا ما ابغى الاساسكي اللي يكرهني ويدعس على فمي. يا بنت الحلال بغى يقتلك بشيدوري، عادي فداها الروح، روح الروح. اه يا جماعه شخصيه كريهه، شخصيه كريهه. كرامة زيرو، ما فيش كرامة. غير انها كانت تعامل ناروتو باكثر طريقة تعيسة ممكن يعامل فيها الصديق لصديقه، كانت وقحة مع ناروتو بطريقة جدا مستفزة. ولما قررت ساكورا تواسي ناروتو كذا وتقول اوه خلاص انا بظبط العلاقة، بحاول اهدي اللعب، بحاول اخليه يرجع للقرية ويبطل يلاحق ورا ساسكي، راحت قالت له اي انا احبك. تلاعب في المشاعر كذا عيني عينك، ما في اي احترام لمشاعر البشر. عموما ترى في فيديو كامل في قناتي سب وشتم خاص لساكورا، اذا ما تابعته روح تابع. بعد كذا يا جماعه عندنا الشخصيه الثالثه من انمي فول ميتال، واللي هي شخصيه انفي الحسودي. كريه. شوفوا يا جماعه، في شخصيات تكرهوها لتصرفاتها، وفي شخصيات تكرهوها لمظهرها والكاريزما اللي يعطيها الكاتب لها. انفي 2 في 1، تصرفاته تجيب ام المرض ومستفزه، والكاريزما اللي اعطتها له الكاتبه كمان زي وجهه، غير انه زي ما قلت لكم يجسد الحسد. ولك ان تتخيل انه الحسد كصفه اصلا شيء جدا مكروه وما حد يحبه، فما بالك تجي شخصيه تجسد الحسد بحد ذاته وتظهر كتصرفات واسلوب حياه. اوجاع لي قلبي انفي في انمي فول ميتال، يا الله كريه، يا ساتر كريه، حرفيا انفي انفي. بعد كذا يا جماعه من انمي هنطا هنطا، شخصيه بوما. لما جلست افرز الشخصيات اللي ببالي كذا وحسيت انها تستحق الكره واني فعلا اكرهها، اول شخصيه جات في بالي من انمي هانتر هانتر هي شخصية بومر. بالرغم من انها شخصية مرة عادية وممكن جزء كبير منكم ما افتكرها، ممكن بعضكم قاعد يقول يوه يا وجيه يا قدمك وش جاب ام الشخصية ذي في بالك؟ بالنسبة لي اخ
أوخ أوخ يا جماعة كريه غثيث الله يقهره، تقريبا طول آر جريت آيلند وأنا ألطم بسببه والله. حرفيا بومر اسم على مسمى، بومر ترى يعني هم يقصدون فيها المفجر في الأنمي أو الشخص اللي يفجر نفسه أو يفجر الأشياء، بس ترى كلمة بومر يستخدموها الأجانب في وصف الشخص الغثيث، الشخص اللي دائما يخرب اللحظات، الشخص اللي دائما يبعص أم الأشياء الحلوة في الحياة، يقولوا له بومر. فلا تكن بومر عزيزي الوجيه، وحط لايك لهذا الفيديو حتى لو اختلفت معايا. وهو صراحة للأمانة فعلا بومر اسم على مسمى، كريه غثيث يا الله، شكرا انه انتهى. وكوني صراحة افتكرته من بين زحمة الشخصيات اللي موجودة في انمي هنتر هنتر، هذا يثبت لكم انه فعلا متكف ذاكرتي كشخصية كريهة يا ساتر. بعد كذا يا جماعة من انمي بليتش عندنا شخصية كروسكي كان. امزح، اكيد ما اكره كروسكي يا سكران، ايتشيغو حبيبي يموت فيه. اقصد الكريهة اللي تقول هذه العبارة كروسكي كان. ايوه انوي احسنت. اتوقع هذه الشخصية من اكثر الشخصيات المكروهة في العالم. تعرفون يا جماعة لما يقول لك فيه توازن جميل في الحياة، كل شيء يكون موزون كذا بقدر جيد من التوازن يكون حاجة حلوة. اذا قدرت تطبق التوازن هذا على تصرفاتك والاشياء من حولك بتكون حاجة مرة كويسة. انوي يفترض انها شخصية تكون مرة كيوت، شخصية لطيفة. في البداية اول ما تتابع الانمي تقول اوه ايش الشخصية اللطيفة الكيوت هذه، بس هل في توازن في هذه الكياتة؟ لا، كيوت اكثر من اللازم الين يخليك كذا كيوت كيوت كيوت، لا وع وع كيوت كيوت، خلاص صارت بيض من الكياتة، كياتة مبالغ فيها واكثر من اللازم غير موزونة على الاطلاق. اوه انا مرة كيوت، كل شيء من حولي اتعامل معاه بكياتة، يا شيخ انطمي بالله. اسح كمان عندها مشكلة في التوازن تجاه الطيبة، الطيبة الزايدة والخير والحب والولاء للعالم الجميل. اوه مستفزة يا عيال، ما افتكر ايش اسمهم، بس كان في بنتين من شلة ايزن لطموها دعسوها اهانوا كرامتها، وكان عندها الفرصة انها تدافع عن نفسها او تهرب او تسوي اشياء كثيرة، ولكن كل مرة تقول لا انا طيبة خليني اعالجهم. مستفزة يا عيال، غير انها ازعجت امنا بالعبارة دي، كروسكي كان كروسكي كو، كم مرة قالتها كريهة. يا اخي اقول لكم حاجة يمكن انتم ما تكرهوها، انا كذا سبحان الله من الله من الكاريزما اللي اعطاها لها الكاتب انا كرهتها كذا فاضي. انا اقعد اجمع لكم الاسباب، اسباب كثيره اقسم بالله تخليكم تكرهوا الشخصيه ذي. غير يا جماعه انها حرفيا عبء كبير على ايتشيغو، متلزقه فيه كرهته ام حياته. اوكي اوكي يا جماعه انا استنفذت كثير من طاقتي صراحه على انوي، فخلونا نروح على الشخصيه الاخيره ونقفل الفيديو. الشخصيه السادسه والاخيره اكيد راح تكون من انمي ون بيس. شوفوا الصراحه وللامانه الشخصيات الكريهه في انمي ون بيس كثيره، ولو اقعد اعددها ما راح تنتهي، بس في شخصيات تكرهها فعلا وتظل تكرهها من أول ظهور، وفي شخصيات تكرهها بعدين تبدأ تتعاطف معها بعدين ترجع تكرهها وتغير توجهك تجاهها، ولكن هذه الشخصية أكيد معظمكم متوقعها من أول ظهور لها كرهتها، واللي هي شخصية القاتل المجرم الخبيث الملعون المنافق الدجال القتال، الشخصية اللي تدعي العدالة ولكنها لا تمثل إلا الكره والبغضاء، الشخصية اللي واساها اللحية البيضة في الأرض ويا ريت دفنوا تحتها. أي نعم إنه اللئيم ابن اللئيمة، صراحة ما أدري إيش وضع أمه بس ابن لئيمة أكيد ما يخرج كذا إنسان للكرة الأرضية إلا من أم لئيمة ربته على التربية اللئيمة، اللي هو أكاينو. أنا متأكد إنه جزء كبير منكم راح يعتقد إنه أوه أكيد تكرهه لأنه قتل إيس، والله إنه مرجل عدالة. اوكي مالومكم عادي، مرجل عدالة بكيفكم حبوه براحتكم، وصحيح ترى هذا واحد من الاسباب اللي خلتني اكره انه قتل ايس، بس ترى حرفيا شخصية اكاينو بالنسبة لي اشتعلت شرارة كرهي له من اول ظهور، ومثل ما قلت لكم قبل شوي في شخصيات تكرهها لتصرفاتها وفي شخصيات تكرهها للكاريزما اللي اعطاها لها الكاتب، من اول ظهور لها تقدر تعرف هذه الشخصية كريهة ولا لا، الشخصية دي غثيثة ولا لا. شخصية اكاينو من اول ظهور له قلت الله يخرجنا بوجهك هذا انه شكله شخصية كريهة، بالفعل طلع شخصية كريهة. أكاينو تصرفاته تخليك تكرهه، مبادئه المشوهة والمضطربة تخليك تكرهه، طريقته في التعامل مع الأشياء من حوله لخدمة مصالحه تخليك تكرهه برضه، فضلا عن أنه أودا أعطاه كاريزما بالنسبة لي من أغث وأكره الشخصيات. هذا وأنا للحين ما شفته إلا يمكن 3 مرات في المارين فورد وبعدها مرتين، أو يمكن إجمالي المرات اللي ظهر فيها مرتين بس. شايف كيف عزيزي الوجيه، من بين زحمة الشخصيات الغثيثة والمليانة في ون بيس أنا ما اخترت إلا أكاينو لأنه فعلا شخصية أكرهها.
فاكرين مستر ثري أول ما ظهر؟ أول ما ظهر مستر ثري في هذيك الجزيرة اللي كانوا فيها الديناصورات والعمالقة، قلت لكم الشخصية ذي كريهة، أكرهه، كرهته فعلا وظليت أكرهه. ولكن بعدين بدأت تتغير نظرتي له، فاهمين؟ أوه ساعدهم في الإمبل داون، طلع نزل سوى اللي عليه، غير إنه هو اللي فك القيود تبع إيش؟ تبع إيش؟ فالأمور ماشية كده، في شخصيات تقدر تحكم عليها وبعدين يتغير حكمك عليها. بس أكاينو أنا متأكد 1000000% إنه ما راح يتغير حكمي له، وتذكروا كلامي، الشخصية الكريهة المبادئ المشوهة راح تظل واضحة، وتعرف إنها راح تظل ملتصقة فيه إلى الأبد، إلا لو إنه يعني يوم من الأيام صارت كذا معجزة إلهية وتغير. أنا متأكد أكاينو ما راح يتغير، وراح أظل أكرهه إلى أن ينتهي أنمي ون بيس، أو إلى أن أشوفه جثة مطحونة. يا رب أشوفه جثة مطحونة قريب يا رب. يا ساتر يا ساتر يا كمية الطاقة السلبية اللي خرجت. لا حقيقي شكرا شكرا يا زعزع، شكرا يا زعزع على التمريرة الجميلة. الله يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك للفيديو لو أعجبكم، مع أني متأكد حتى لو أعجبكم الفيديو واختلفتم معايا في الشخصيات راح تحطوا ديسلايك. يا خوانا ليش يا عيال؟ خلونا أصدقاء نحب بعض ونتقبل آراء بعض، ما في فايدة. حلقم ديسلايك، يلا الديسلايك من صابعك الحلوة يا وجهي يعتبر لايك في قلبي، لا تشيل هم. عموما الله يعطيكم العافية المرة الثانية يا جماعة، تعالوا تابعونا الموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية، كلها موجودين في صندوق الوصف. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.